تربية الطيور بالنسبة له مهنة ومتعة، يتعلم من الطير الصبر وفنون الجمال. إنه وائل ياسين جمن، وجه المدينة لهذه الحلقة. إلى جانب هوايته الفنية كرسام تشكيلي، يمتلك وائل ياسين جمن خبرة في تربية الطيور بشتى أنواعها كمهنة احترفها منذ ما ينيف عن عقد من الزمن. بدأت تربية الطيور يعني من وأنا في سن مبكرة، وأنا صغير في السن، وحبيت تربية الطيور لأن الطيور شيء جميل وتزين البيت، وحتى أصواتها جميلة يعني تريح أعصاب الواحد. بالنسبة للطيور أنا أربيها كحب وهواية ومهنة، لأنه هي برضو تعتبر مهنة، يعني في منها مصدر رزق ولقمة عيش. يوما إثر آخر تتطور مهارة وائل جمن في التعامل مع الطيور ويزداد تعلقه بها، حتى أصبح واحدا من أشهر بائعي الطيور النادرة في اليمن، وهي تجارة تلقى رواجا واسعا في مدينة عدن، وأصبح لها سوقا شعبيا يرتاده هواة الطيور من محافظات مختلفة أسبوعيا كل جمعة. بالنسبة لتربية الطيور في عدن ازدهرت الآن، العديد من المربين ألاحظ أنه صارت موضة، الكل يربي من الشباب طيور البادي، الفيشر، الكوكتيل، الدرر، بحيث أنه حتى بس مش إنه فقط للزينة، صارت برضو للتجارة، يعني الطيور صارت مرغوبة أكثر في الوقت الحالي بعدن، والبيئة الجو حق عدن مناسب لهذه الطيور، طيور الزينة. فعشان كده هنا بدأت تتكاثر السلالات، حتى لما نجيب طيور من الخارج لعدن، عدن جو ومناخه جميل يعني مناسب للطيور هذه، تقدر تربي هذه الطيور الزينة هنا في عدن، ولكن يعني الواحد يعتني فيهم مع المناخ، في عناية من يعني أمور أخرى للطائر نفسه، من المكملات الغذائية، من علاج، من زي ما قلت لكم في السابق، من البيئة، يوفر له بيئة مناسبة للمعيشة وهكذا. يعني تجارة الطيور بصراحة في عدن هي تجارة ناجحة، لأنه كثير في عدن مؤخرا صاروا معجبين ومتهافتين في اقتناء الطيور النادرة. يرى وائل أن الطير مكانه الفضاء الواسع، لكن ثمة طيور ضعيفة تعودت أن تكون للزينة، فتلك الأنواع من الطيور الأفضل أن يحميها الإنسان من أي كائنات أخرى قد تفتك بها خارج عالمها الصغير. الطائر أجمل خارج القفص، زي ما تشوفوا حمام النقط اللي نحن بنربيهم، الحمام الباكستاني والحمام القلاب، هم أصلاً حمام استعراضي، يعني يختلف حمام الاستعراض والمسابقات عن حمام الزينة. هذا شكله جميل برا القفص، لأنه يعمل حركات رهيبة على الجو، وهو حمام معروف إنه حمام سباقات يعني. بينما في طيور لا يمكن إن إحنا نخليها بالخارج، لأن الغربان يعني في العدوان الخارجي اللي هو الغربان والزيران والأفاعي والقطط قد تأكل هذا الطائر، يعني ممكن إذا فكينا لهذه الطيور طيور الزينة برا تموت، يعني في القفص هي آمنة وأكلة وشربة ونظافة وإنتاجة، يعني أريح له وأفضل له من إنه تطير برا، لأنه إذا طارت برا يعني يأكلها الغراب أو أي مثلا من الطيور الجوارح هذه اللي موجودة في السماء. للطيور منطق تعلمه وائل جمن كالصبر، وتفاصيل حياتية أخرى لا يفهمها إلا من عايش هذه المخلوقات التي تضفي على الكون جمالاً آخر وتعلم الإنسان أبجديات الحياة. أتعلمت من تربية الطيور حاجات كثيرة، يعني أهمها الصبر، يعني أنت تربي هذا الطائر وتصبر على النتائج حقه، ومنشان يعني يكون في تشويق، انت تشوف ايش هذه السلاله بتنجب لك مستقبلا، ايش من افراخ، والافراخ ايش بتنجب برضه في المستقبل، ايش من سلاله وايش من افراخ جدد وهكذا.
ارتباط بين الجمال والطيور، وهذا هو سر تعلق وائل بها. يتعامل معها كإنسان ويرسمها بريشته كفنان. اكتشف مدى روعة تلك المخلوقات وألف الحياة معها. تربية الطيور أضافت لأعمال الفنية الكثير. لو تلاحظوا أكثر أعمال الفنية فيها الديوك، فيها طيور البادي، فيها حمام الجوكبين، رسمت أكثر من موضوع فيها الطيور، في الطيور اللي أنا أحبه وأناقش فيها قضية، يعني عن الحرب، عن السلام، عن الجمال، عن حاجات كثيرة. زي ما شفتوا انتوا طبعا في لوحات السابقة اللي لوحات الديوك المتصارعة كان فيها موضوع، ولوحات حمام الجوكبين برضو فيها موضوع، ولوحات طيور البادي اللي هي من نوع فلل كان برضو فيها موضوع. حتى لما انا ارسم طائر في لوحة احاول ان انا ابدع في اللمسات بالريشة بحيث ان انا اعطي رونق لالوان الطائر على اللوحة، يعني مش يعني مثلا مرسموش هو نفسه، احاول ان اضيف واجمل هذا الطائر في اللوحة التشكيلية. بالرغم من الصعوبات التي تواجه مهنة تربية وبيع الطيور، إلا أنها بالنسبة لوائل ياسين جمان عملاً ممتعاً وشيقاً، يجد فيها نفسه ويلمس معها جمال الحياة وروعة الإحساس حتى وإن لم تشكل له مصدراً للدخل في يوم ما. واجهت كثير من الصعوبات خاصة في تربية الطيور والإنتاج من طيور الزينة اللي هي الفصيلة النادرة، لأنه إنتاجي بشكل عام طيور الزينة يجي إنتاجه ضعيف جدا، نضطر إن إحنا نجيب طيور حضانة البيضة، يعني الطائر الذكر والأنثى، عشان يتم اللقاح بينهم وينتج بيض ملقح لازم في بعض الأزواج عالميا، هذه الأزواج مشهورة بأن لا تجيد حضن بيضة ولا تربية أفراخ بنفسها، لازم ناخذ بيضة الملقح ونحطه تحت زوج حضان مشهود له بالتربية، عشان الزوج اللي مشهود له بالتربية يقوم بتربية أبناء الطيور هذه اللي مستواها يعتبر من أعلى المستويات بطريقة جميلة وراقية، ولأن الريش كل ما زاد في الطائر يسحب من البروتينات ومن المواد الغذائية في الحبوب الذي يعطيها الأب والأم للفرخ نفسه. فلهذا لازم ناخذ البيض الملقح من الأزواج المستويات العالية ونحطها تحت حاضنين مشهود لهم بالتربية ليقوموا بتربية أبناء وأفراخ الأزواج اللي هم يعتبروا من المستويات العالية، لأن الأزواج اللي هي من المستويات العالية معروف أن معظمها لا تجد حضن البيض ولا التربية.